رجعنا معكم مشاهدينا لنكمل بفقرات حلقتنا لليوم. بفقرة حزيل النهرة رح نحكي عن موضوع هام جدا بكنيستنا السريانية، ويعتبر عامل أساسي بكل أسراره. موضوعنا اليوم هو عن الروح القدس، وبشكل خاص دور الروح القدس بأحداث الميلاد. ورح يكون معنا الأب الربان أوغين عيسى، كاهن كنيسة مار بطرس في مدينة بيلوريزونتي بالبرازيل، ليفسر لنا دور الروح القدس بأحداث الميلاد. بارخ مور أبونا وبشينو إيه بخو عمينا. ألون باريخ بشينو بشلومو. تودي أبونا. أبونا بالبداية في كتير أشخاص ما عم يعرفوا إيش هو الروح القدس، فإذا في مجال تعطينا تعريف بسيط من هو الروح القدس؟ موضوع الروح القدس يعني هام جدا في الكنيسة، ولأنه عليه يتوقف يعني كل عمل الكنيسة. هو العامل في كل أسرارها مثل ما أنت تفضلتي ببداية الحديث. والكنيسة تحتفل كل سنة بعيد حلول الروح القدس على الرسل القديسين، ويسمى عيد الخمسين أو عيد البنتيكوستي. وحلول الروح القدس على الرسل القديسين يعتبر بداية تاريخ الكنيسة المسيحية وبدء كرازتها وانتشارها. ولأنه فيه يتحقق وعد الرب للسيد المسيح لتلاميذ القديسين وقت ما قلن: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. سؤالك بالحقيقة يعني وجيه جدا لتعريف الروح القدس. هو سؤال مثل ما قلت لكثير من الأشخاص. لذلك يعني قبل ما رح نتكلم عن موضوعنا نحن اليوم، هو الروح القدس أو أحداث الروح القدس في أحداث عيد الميلاد، المدخل اللي رح نعمله يعني مبدئيا لنعرف يعني من هو الروح القدس وشو هو عمله فينا ولأجلنا، ونعرف عمق احتياجنا للروح القدس وضرورة أنه نكون على علاقة معه ونحيا فيه. أولا، الروح القدس في الكتاب المقدس هو روح الله القدوس، مثل ما جاء رسالة بولس الرسول إلى أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. وكمان في رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس إصحاح 3:3: ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. وفي رسالة بولس إلى يوحنا، في رسالة عفوا في يوحنا 4:24 يقول يعني أكثر من ذلك، يقول إنه الروح القدس هو الله بما أنه روح الله. وكذلك القديس بطرس، يعني هاي مقدمة كلها آيات من الكتاب المقدس، في سفر أعمال الرسل إصحاح 5:23 يقول: إن الكذب على الروح القدس معناه الكذب على الله. وما يثبت لاهوت الروح القدس أنه هو الله أنه هو أقنوم من أقانيم الله الواحد، أي مع أقنوم الآب وأقنوم الابن. وهذا يعني أنه واحد، أن الروح القدس هو واحد مع الآب والابن. وفي ذلك يعني قال السيد المسيح إلى رسله القديسين لما أرسلوا للبشارة: تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ولاحظوا هنا يعني هون أنه يسوع لم يقل عمدوهم بأسماء بل باسم. وطبعا هذا يوافق أيضا ما ورد في رسالة القديس يوحنا الأولى، إذ يقول:
فإن الذين يشهدون في السماء هن ثلاثة: الآب والكلمة يعني الابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وكمان يعني هيك لحتى ننهي هالمقدمة هاي عن أن الروح القدس هو روح الله وهو الله، يعني ما يثبت كمان الروح القدس أو لاهوت الروح القدس أنه هو الحي ومعطي الحياة. لذلك بولس الرسول في رسالته إلى رومية إصحاح 8 آية 2 يسميه روح الحياة، وليس هذا فقط، بل حتى أنه ورد في حزقيال، سفر حزقيال النبي، أن الروح القدس هو الذي يحيي الموتى. فمن يستطيع أن يحيي ويقيم الموتى إلا الله وحده؟ لذلك الروح القدس هو إقنوم الحياة وهو مصدر الحياة للعالم كله، سواء الحياة بمعنى الوجود أو البقاء أو بمعنى الحياة مع الله. ومن هنا يعني لما نتلي أو لما نصلي قانون الإيمان نقول نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل. نعم أبونا. أبونا، بحسب موضوع حلقتنا لليوم هو دور الروح القدس بأحداث الميلاد، لو تقدر توضح لنا دوره بأحداث الميلاد أكثر. الروح القدس طبعا عمله يعني كثير، مثل ما يقول يعني الميلاد أو يعني تكوين جسد السيد المسيح في أحشاء إن القديسة مريم العذراء، يعني تم خلال الروح القدس، وهذا يعني نحن بنسميه سر التجسد الإلهي. أول عمل للروح القدس في أحداث الميلاد، ميلاد السيد المسيح، يعني يبدأ ببشارة السيدة العذراء، وكانت فترة عمل عميق جدا من الروح القدس. يعني قيل عن القديسة مريم العذراء إنها وجدت حبلى من الروح القدس في متى الإصحاح 1 الآية 18، وكان الملاك جبرائيل قد بشر قائلا أن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله في لوقا 1. ولما راودت الأفكار القديس يوسف النجار من جهة حبل مريم، قال له الملاك أن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. نعم أبونا حكيت بشكل بسيط عن دور الروح القدس ببشارة العذراء مريم، وذكرت أنه الملاك بشرها وقال الروح القدس يحل عليك، تقدر توضح لنا هذا الموضوع أكثر؟ دائما لما نتكلم عن بشارة الملاك للسيد العذراء، هذا يعني أننا يعني أنه نتكلم عن اللحظة اللي حل عليها الروح القدس. يعني لما قال لها الملاك الروح القدس يحل عليك، السؤال الذي يطرح نفسه يعني طبعا إنه شو كان عمل الروح القدس وحلوله على مريم العذراء؟ عمل الروح القدس في حلوله على مريم العذراء له جذور قديمة جدا في الكتاب المقدس، وهو يدخل في عمل التدبير الإلهي لخلاص الإنسان. يعني شو هي الطريقة اللي راح يخلص فيها الله الإنسان؟ وطريقة الخلاص هاي ولو كان فيها نبوءات في العهد القديم، لكنها كانت كسر مكتوم في قصد الله قبل الأزمنة الأزلية. والطريقة الإلهية لخلاصنا كانت أنه الله يتجسد. ولماذا يعني التجسد؟ بولس الرسول يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد
دخلت الخطية إلى العالم، يعني بآدم نعم دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت. هكذا اجتاز الموت كل الناس، جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يعني يسوع المسيح، يعني الأقنوم الابن، كان لازم يتجسد، ياخذ جسدنا لحتى يصير آدم الثاني، لأنه بما أنه بأول إنسان آدم دخلت الخطية ووصلت لكل العالم، هيك كمان بآدم الثاني السيد المسيح وبتجسده وموته على الصليب وفدائه لنا، هيك كمان راح تتبرر كل البشرية. حتى يتجسد الله يجب أن يخضع لقانوننا الإنساني، وهو أنه يولد من امرأة بحسب النبوة اللي ربنا قال للحية أنه نسل المرأة يسحق رأسك. نعم أبونا، أبونا مثل ما حكيت إنه لحتى يتجسد الله أو يسوع المسيح يجب أن يخضع لقانوننا الإنساني وكمان يولد مثلنا، فهل من الممكن إنه يكون يسوع ورث الخطيئة الأصلية عن آبائنا آدم وحواء؟ هلا هون كان عمل الروح القدس في تجسد الكلمة يسوع. بمعنى آخر، يعني كلمة تجسد تعني أنه اتخذ جسدا مثلنا، نعم ولكن كيف أخذ هذا الجسد ومن أي مصدر؟ طبعا من الروح القدس ومن مريم العذراء، لأنه ما كان ممكن أبدا لمريم العذراء أنه تولد طفل وحدة بدون زرع رجل، والأكثر من ذلك أنه هي عذراء كمان. وهي نفسها مريم العذراء سألت الملاك كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا، لذلك فسر لها الملاك هذا الأمر وقال لها أنه الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، في لوقا واحد. فكان عمل الروح القدس لما حل على مريم العذراء أنه قدس مستودعها أثناء الحبل الإلهي، وكون جسد المسيح في بطن مريم العذراء بدون زرع بشر، حتى أنه المولود منها لا يرث شيئا من الخطية الجدية أو الأصلية. نعم عشان هيك نحن نصلي في قانون الإيمان عن السيد المسيح ونقول أنه نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. نعم أبونا، أبونا حكينا عن دور الروح القدس ببشارة العذراء مريم وشرحت لنا هذا الموضوع بشكل مفصل، فهل في أدوار تانية للروح القدس بأحداث الميلاد؟ أكيد طبعا، يعني مثلا في عندنا امتلاء الإصابات من الروح القدس. نعم يعني يقولنا الإنجيل أنه الملاك جبرائيل في يوم بشارة مريم العذراء أخبرها أنه نسيبتها قريبتها الإصابات حامل في الشهر السادس، ويقول الإنجيل قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، دخلت بيت زكريا، زكريا الكاهن أبوه ليوحنا المعمدان، وسلمت على أليصابات أمه ليوحنا المعمدان. طبعا كان قد ظهر الملاك جبرائيل قبل 6 أشهر من بشارة العذراء وبشر بولادة يوحنا المعمدان لزكريا الكاهن. يقول الإنجيل لما سمعت أليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها بابتهاج، وامتلأت الإصابات من الروح القدس. بنعيد هالجملة، وامتلأت الإصابات من الروح القدس، والروح القدس حكى بالإصابات وصرخت بصوت عظيم وقالت
مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي هذا؟ أن تأتي أم ربي إلي. فبينما كان العالم كله يجهل كل شيء عن بشارة الملاك للقديسة مريم وعن التجسد الإلهي، بنشوف القديسة أليصابات تعلن أمومة مريم لربها، وبالرغم من عدم وجود أي ظاهرة يعني على مريم لهذا الحدث الإلهي للحبل يعني. والأمر المدهش أنه يعني هاي الأحداث العجيبة من امتلاء الإصابات بالروح القدس وشهادتها لأمومة مريم لربها، يعني هي أم الرب، تمت بمجرد يعني إصغاء الإصابات لسلام مريم. وهون طوبت الإصابات مريم العذراء على أي أساس؟ على أساس هي امتلأت من الروح القدس، يعني الروح القدس هو يلي حكى على لسان الإصابات، وهو يلي أعلن مريم العذراء أنه هي أم الله من خلال تجسد الكلمة سيدنا يسوع المسيح. وبما أن الروح القدس أعلن العذراء مريم أنه هي أم الله على لسان القديسة أليصابات، بقيت الكنيسة عبر الأجيال وحتى يومنا تطوبها وتكرمها لأنها والدة الإله. نعم أبونا، مثل ما ذكرت وركزت كتير عليه، لما زارت مريم العذراء نسيبتها إليصابات ارتكب الجنين في بطن أمه ابتهاجا، فهل هذا الموضوع له علاقة بدور الروح القدس؟ أكيد طبعا، يعني هلا كمان عندنا حادثة كمان من عمل الروح القدس بالامتلاء، نعم إنه الإصابات امتلأت من الروح القدس، ويقول كمان إنه الجنين يعني يوحنا المعمدان ارتكض بابتهاج في بطنها، فهذا كان امتلاء كمان بالروح القدس ليوحنا المعمدان ولساته هو جنين. وهذا عمل آخر للروح القدس في أحداث عيد الميلاد، وامتلاء يوحنا من الروح القدس وهو في بطن أمه كان قد أعلنه الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن والد يوحنا قبل أن تحبل به الإصابات، يعني في بشارة الملاك لزكريا. وهون كان حلول الروح القدس لتقديس يوحنا حتى يعمد الرب. ومن هنا يعني من هون نشوف انه معمودية يوحنا ما كانت معمودية الروح القدس، بل كانت معمودية التوبة. ويوحنا كان يبشر انه مين كان سيعمد بالروح القدس؟ طبعا يسوع المسيح. في متى 3 اصحاح الثالث الآية 11 يقول يوحنا: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. نعم أبونا، مثل ما ذكرت وحكيت، حكينا على دور الروح القدس ببشارة العذراء مريم، وحكينا على دوره مع إليصابات ومع الجنين يوحنا، فهل في أدوار تانية أو أعمال تانية للروح القدس بأحداث الميلاد؟ طبعا في هذا السياق يعني ما بدنا ننسى أنه في يوم ولادة يوحنا المعمدان انفتح فم زكريا والده، نعم، وتكلم وبارك الرب، وامتلأ كمان زكريا أبو يوحنا المعمدان من الروح القدس، وتنبأ قائلا في لوقا الإصحاح الأول. وهون نشوف أنه يعني في عائلة كاملة بأكملها تمتلئ من الروح القدس، الأب والأم زكريا والأم أليصابات والابن يوحنا المعمدان وهو جنين في بطن أمه. نعم. ومو بس هيك، كمان أخذوا مواهب من الروح القدس، ومثلا أعطى الأب زكريا موهبة النبوة، وأعطى الأم
اليصابات موهبه الكشف الروحي، واللي فيه عرفت انه مريم العذراء هي ام الله، وان امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. نعم أبونا، أبونا بعد ما شفنا كل الأدوار اللي عملها الروح القدس بأحداث الميلاد، ممكن نقول هلأ أن الروح القدس هو مصدر جميع النبوءات بالكتاب المقدس؟ طبعا في هذا السياق بنشوف أنه الروح القدس هو معطي كل النبوءات للأنبياء، إن كان يعني خاصة في العهد القديم عن السيد المسيح، والروح القدس هو مصدر الوحي في الكتاب المقدس. يعني على سبيل المثال كمان واحدة من أحداث عيد الميلاد وتفوت بهالخصوص هذا، يعني بتدخل بهالموضوع هذا، أنه في عندنا نحن مثلا عيد سمعان الشيخ. نعم ليش بنعيد عيد سمعان الشيخ؟ لأنه سمعان الشيخ يعني كان شاهد من العهد القديم وإلى العهد الجديد في نبوة خاصة عن ولادة السيد المسيح، ويعني الحبل سيدة العذراء. كان سمعان الشيخ يعني من 72 عالم أو كاتب للتوراة، هدول بعتهم اليعازر رئيس الكهنة أياما إلى بطليموس الأول. بطليموس يعني هذا كان حاكم مصر من سنة 367 إلى 283، حتى يترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اليونانية. وزعن الملك لأماكن منفردة، يعني كل واحد بمكان منفرد، وهنيك ظلوا 70 يوم حتى أكملوا الترجمة، وكان ذلك سنة 250 قبل الميلاد. عم نحكي نحن قبل الميلاد. سمعان لما نوصل لكلمة هو ذا العذراء تحبل في أشعياء الإصحاح 7:14، يعني خاف أنه الملك يعني يسخر منه ويهزأ به، وبعد صار بده يستبدل هالكلمة، أنه شلون عذراء تحبل، استبدلها بكلمة فتاة، يعني هو ذا الفتاة تحبل. ويبدو أنه شك يعني دخل له، فصار يتساءل أنه كيف يمكن. سمعان الشيخ نفسه صار يتساءل كيف يمكن عذراء تحبل وتولد، يعني تلد ابنه. هلا في وسط صراعه الداخلي بين ثقته في الكتاب المقدس وأمانته في الترجمة، وبين استحالة تحقيق يعني هل الذي أوحى به، يعني هل وحي هالنبوة هاي هو ذا العذراء تحبل، وإذا يجي وحي بالروح القدس أنه راح يضل عايش، ما راح يموت، راح يضل عايش حتى يشوف يعني العذراء تحبل وتجيب عمانوئيل مسيح الرب مولودا من عذراء. بما انه قلنا يعني في بدايه الحلقه انه الروح القدس يعني هو معطي الحياه، كمان الروح القدس حفظ سمعان، حفظ سمعان عايش قرابه 300 سنه، يعني حتى يقول يعني كل بصره ما بقى يشوف مثل العادي، مشان هيك نسميه سمعان الشيخ، شيخ كثير قديم الايام. ويذكر الإنجيل المقدس أنه عندما جاءت مريم العذراء لتقدمة الطفل يسوع إلى الهيكل، جاء أيضا سمعان الشيخ بإيعاز من الروح القدس، وأبصر السيد المسيح شافه وحمله على ذراعيه، وقال يعني الآية الشهيرة: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، يعني حسب ما أنت قلت لي. صحيح. الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصا. وفي عنا ميمر يعني حلو كتير لمار يعقوب السروجي،
بهذا بالنسبة لسمعان الشيخ يقول فيه أو زين دوري أو ثين دوري وسوبو قايم، يعني يقول جلس الشيخ في طريق العالم يتأمل وينظر متى يأتي سيد العالم كما وعدني. مرت عليه أجيال وجاز الموت هنا وهناك ولم يتعرض له الموت، والشيخ قائم ثابت ومستيقظ ليكون شاهد ببقائه لسيد الأزمان، لأن الكلمة حفظه في الطريق حتى يأتي. وهنا يعطينا لأن هيك موعظة من خلال الميمر مار يعقوب السروجي، يقولنا لماذا تتوانى؟ قم خذ الطفل من سمعان الشيخ واحمله أنت أيضا على ذراعيك، فتفوح من جسدك المائت رائحة الحياة التي من جسده المقدس. ومن هون لكان يعني هذا الأمر يثبت أيضا لاهوت الروح القدس أنه هو مصدر الوحي في الكتاب المقدس. وقانون الإيمان يعني يوصف الروح القدس بأنه الناطق بالأنبياء والرسل. نعم. ولعل يعني هذا يوافق ما ورد في رسالة الثانية للقديس بطرس الرسول عن الوحي الإلهي، يقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ومن هون ما دام الوحي هو من الروح القدس إذن هو من الله، وبالتالي الكتاب المقدس هو كلمة الله. لذلك في هذا السياق قال القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي الإصحاح الثالث، كل الكتاب موحى به من الله وهو نافع للتعليم، وأيضا قال حسنا كلم الروح القدس آباءنا بأشعياء النبي. نعم أبونا، أبونا كون حكينا مطولا اليوم عن دور الروح القدس بأحداث الميلاد وخصصنا هاي المقابلة للحكي عن أحداث الميلاد، ونحن بعد أقل من أسبوع رح نحتفل بقدوم وميلاد رب المجد، فإيش هي الرسالة الميلادية اللي تحب توجهها بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة على شاشة سوبورو تي في؟ طبعا يعني معايدة أولا وخاصة إلى قداسة سيدنا البطريرك المعظم مار غناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم الكلي الطوبة. إن شاء الله ينعاد عليك سيدنا، الله يديمك سيدنا ويطول بعمرك وتضل أب لكنيستنا السريانية الأرثوذكسية ومنك ناخذ البركة. وكمان حابب أعيد جميع مطارن كنيستنا السريانية الأرثوذكسية أعضاء المجمع المقدس لأجل الله. وكمان بهالمناسبة يعني بحب أعيد كل الكهنة وكل الشمامسة والشماسات وكمان كل جوقات الكورال وأعضاء الكشافة، وكمان إلى جميع أعضاء المجالس الملية في كنائسنا السريانية كنيستنا السريانية، ولجميع المؤسسات المعنية كمان في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية. كمان حابب يعني بالأخص أعيد شعبنا السرياني وين ما كان موجود في العالم، وكمان معايدة خاصة إلى كل مسيحي في العالم. وأخيرا يعني وليس آخرا بحب أعيدكم أنتو قناة سوبورو تي في، يعني قناة البشارة، يعني أنتو يعني من خلالكم بالنسبة لي هيك كأني هلأ عم بشوف يعني صورة الملائكة لما نزلوا بشر الرعاة وقالوا لنا أنه اليوم ولد
لكم مخلص. هالبشارة هاي كانت بشارة مفرحة، والسبورو تي في، كلمة سبورو تاني يعني البشارة، وأنتم المبشرين بكلمة الله بيسوع المسيح. يعني هل تلفزيون هذا عن جد معايدة قلبية، انه هو تلفزيون يعني كنسي تبشيري سرياني ارثوذكسي شكرا أبونا. قناة. والى جميع والى جميع كمان القيمين على هاي القناة مباركة اكيد، وجميع العاملين فيها كمان، وكمان الشكر موصول لك ملفونيتو شكرا اكيد. شكرا الله أبونا. يبارك في خدمتك ايضا، ومعايدتي للمشاهدين، يعني ما بدنا المشاهدين أكيد يعني الاعزاء والمباركين، ان شاء الله ينعاد عليكم بالافراح. وانا اشكر محبتكم كثير، وعيد الميلاد هو عيد الفرح وعيد الافراح، وبدنا نفرح بهالعيد الميلاد ونفرح عيالنا وبيوتنا وكنايسنا واطفالنا. ميلاد مجيد للجميع، ومشيحوا ايتي. أمين أكيد أبونا، ونحن نتمنى لك ميلاد مجيد ورأس سنة ميلادية مجيدة عليك وعلى كل أهلك أبونا، وكمان نوجه لك كل الشكر على المعرفة الروحية اللي زودتنا فيها اليوم. شكرا أبونا. شينو بشلومو ألون باريخ. وهيك مشاهدينا استفدنا من الأب الربان أوجين عيسى اللي زودنا بدور الروح القدس بأحداث عيد الميلاد. شكرا لوجوده معنا وللمعرفة اللي عطانا اليوم. كملين معكن بفقرات حلقتنا، ولكن بعد البريك.